السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا هشام الخلصي، كذلك شكر لضيوفك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ليالي كرة القدم الفاخرة بلحظاتها الساحرة تطل عليكم من جديد هنا في أمجد البطولات الأوروبية، حيث لا صوت يعلو على صوت متعة كرة القدم، ندية كرة القدم، معارك كرة القدم. وهنا في حديقة الأمراء، حيث أم المعارك في ذهاب الدور ثمن النهائي لأغلى وأمجد البطولات الأوروبية. اليوم حكم الإيطالي السيد دانييلي أورساتو الذي بيت قدم كيليان مر عرضية تأتي جول. خطيرة هنا، أولى الكرات الخطيرة هنا، تقدم اليسار كيليان مار، كيليان تقدم يستفيد، تمريرة إلى لوكا، رجل اللحظات الصعبة في 13 مرة بطل ببطولة دمشق من زمني شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن هنا هذه مختلفة. وهنا انطلاقة تأتي تحولت إلى خارج الملعب، لكن قبل ذلك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. تمريرة إلى أنخيل حكيمي من جديد، عرضية من الأهم بالنسبة لليسار مرمى الحارس تيبو كورتوا، منقولة كرة إلى تيبو كورتوا، عند كرة كورتوا جاي كيليان مبابي يتقدم، كيليان عند كرة عرضية ولكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. رغبة باريسية واضحة هنا من خلال ريمور. يا سلام ماركو فيراتي من أمام حصد مع فريق البي اس جي بطولة الدوري الفرنسي. كرة نونو يحاول تمريرة يا كيليان مبابي، ولكن تغطية كانت من كارفاخال في اللحظة الأخيرة. الظهير فريق باريس سان جيرمان ممتازة، رائعة، كرة جول. في رمشة عين انفراد كان الصريح لكيليان أسينسيو، لاعب اللي يقدم أدوار مهمة جدا في الفترة الماضية. دي ماريا يتقدم يمرر الكرة باتجاه ماركو فيراتي، خطيرة، كرة هدف، ولكن كذولة من الطرف الأيمن، عودة للخلف من جديد، أصلت بعد ذلك هنا ليو يرسل كرة عالية، راسية تاتي، خطيرة، ولكن تيبو من جديد، كورتوا من جديد في الوقت الذي كيليان مبابي باتجاه نونو، عرضية منتظرة، كيليان هنا يمرر، وبينما هناك سقوط الحكم الإيطالي أشار إلى استمرارية اللعب في الكرة الماضية. كيمبيمبي عند كرة تمريرة، وصول بعد ذلك عن طريق أنخيل، لكن خطأ لكازيميرو، خطأ لكازيميرو من نونو، عرضية نونو، لكن كرة مقطوعة بتعود إلى ماركو فيراتي، وتمريرة، كرة بتعود بعد ذلك عن طريق تيرميليتاو، وصلت إلى نونو مينديش يتقدم في اليسار، عرضية، ولكن تيبو يتصدى على مرتين، تيبو يتمكن من الكرة الماضية بعد عرضية تفيد الكرة منقولة، كرة عالية تأتي، ولكن تغطية كانت موجودة، كارفاخال عند كرة خطورة مدريدية تأتي.